الحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة، معلم الإنسانية، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. سعادة الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للصناعات المطاطية. أصحاب السعادة، أعضاء مجلس إدارة المعهد ورؤساء الشركات، السادة أولياء الأمور الكرام، أبناؤنا الخريجون، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحتفل المعهد بتخريج الدفعة الثانية من متدربيه الذين أكملوا فترة التدريب في معلم من معالم التطور الحضاري في وطننا الحبيب. في هذا الصباح يتجدد اللقاء ويكتمل الأمل ويتحقق الحلم، ويشرق نور التفوق في سماء المعهد، ويسري عبير الفرح في دروبه، وتستعد هذه النخبة المتميزة من الخريجين لبدء رحلة العطاء، ليرسموا لوحة مضيئة من العمل المخلص والأداء الراقي، ليضيف إنجازاً جديداً في مواقع العطاء بامتداد الوطن كله، بقيادة راعي نهضتها ومسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى ورعاه وأيده بعونه ونصره وتأييده. فهنيئاً لكل متفوق أدرك قيمة انتمائه إلى هذا المعهد، هنيئاً لكل أب وأم تعاهدا ابنهما بالرعاية والاهتمام حتى وصل إلى منصة التخرج، هنيئاً لكل مدرب قدم لمتدربيه علمه وخبراته، هنيئاً للمعهد بهذه النخبة المتميزة من أبنائه، هنيئاً للوطن الغالي الذي أعطى لأبنائه الكثير وينتظر منهم الكثير عطاءً وبذلاً وإخلاصاً ومشاركةً فاعلةً في مسيرة التنمية. صاحب السعادة، السادة الحضور، نفتتح حفلنا هذا بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلوه على مسامعكم الأستاذ دخيل الله الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صاحب السعادة، راعي حفلنا الكريم، السادة الحضور، والآن مع مسيرة أعضاء الهيئة التدريبية والمتدربين الخريجين.
صاحب السعادة حفلنا الكريم. والآن مع كلمة الخريجين يلقيها نيابة عنهم الخريج بندر العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سعادة الدكتور علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للصناعات المطاطية، أصحاب السعادة، أولياء أمورنا الأعزاء، مدربين الأفاضل، إخواني الخريجين، أيها الحفل الكريم، أبدأ فأحييكم بتحية الرضوان، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم أن أتقدم أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي خريجي الدفعة الثانية من المعهد العالي للصناعات المطاطية في هذا العام 1437 هجري أن أسمعكم حروف فرحتنا وألقي عليكم كلمة تخرجنا. سعادة الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، إن تشريفكم حفلنا ومشاركتكم مناسبتنا له مما يزيد سعادتنا ويجعلنا محل الغبطة، فشكراً لكم ولوطننا الغالي الذي بذل لنا الكثير. أيها الحفل الكريم، في مثل هذه اللحظات المفعمة بالفرح تخفق القلوب وتنبض المشاعر فتتدفق بالحب والشكر والعرفان، وحينها يعجز عن الوصف اللسان، فكل الشكر والعرفان لكل من كان سبباً في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة، أنت أهل الثناء والمجد. ثم لكل الأمهات والآباء، ها نحن حصادكم، بارك الله في غرسكم فأين فسلمت أياديكم لنا أجمع، أطال الله أعماركم وزينها ببركته. مدربين الأفاضل، شكرنا لكم ودعاؤنا لكم، فلقد بذلتم في سبيل تعليمنا الكثير والكثير، واليوم نطوي صفحة مليئة بالإنجازات والأفراح، ونفتح صفحة أخرى يملأها الأمل والتفاؤل بمستقبل باهر. إخواني الخريجين، وصيتي لنفسي ولكل نفس طموحة هي وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. شكراً معهدي، مكمن ولائي واعتزازي، ووداعاً يا موطن ذكرياتي، سأبقى فخوراً ما حييت بأني كنت متدرباً في المعهد العالي للصناعات المطاطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السعادة حفلنا الكريم. والآن مع كلمة رئيس شركة الجبيل للبتروكيماويات كيمياء وعضو مجلس إدارة المعهد المهندس سعيد بن عبد الله الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. سعادة الدكتور علاء بن عبد الله بن نصيف رئيس مجلس الإدارة، أعضاء مجلس إدارة المعهد، أبناء الطلبة الخريجين، في حياة كل منا أيام مشهودة تبقى في ذاكرته لا يمحوها الزمن، ولعل يوم التخرج يكون الأسعد بين تلك الأيام، تظل ذكراه مصاحبة لرحلة الحياة ونقطة انطلاق نحو آفاقها وأمالها العريضة. يسعدني اليوم أن أشارككم هذه الفرحة في يوم حصاد
وتتويج لجهد دائم ومتواصل بذلتموه على امتداد حياتكم الدراسية وحققتم خلالها كل متطلبات النجاح. أدرك أن العديد من الخريجين المتواجدين هنا اليوم سيكونون قادة في المستقبل وسيساهمون في تطوير وازدهار شركاتهم. أبنائي الخريجين، عندما تبدأ خطواتك المهنية الجديدة وتسترجع أيام دراستك، تذكر دائماً دور والديك الذين علموك ونموا فيك القيم النبيلة وقاموا بدعمك حتى بلغت هذه المرحلة، وأيضاً لا تنسى معلميك منذ صفك الأول حتى التخرج من هذا المعهد. فهذا هو اليوم الذي يجب أن توجه فيه الشكر إلى كل من ساهم في تعليمك، بدءاً من والديك إلى مدرسيك وزملائك. لا تقتصر متابعة العلم والتعلم على الكلية أو المعهد، بل يصاحبك في جميع مراحل حياتك حتى بعد التخرج. نرحب بكم بين زملائكم الموظفين في الشركات لتواصلوا معهم كفريق واحد في تحقيق رؤى الشركات وخططها المستقبلية. أيها الحضور الكريم، باسمي وباسم الشركات أتقدم بالشكر والعرفان لأفراد الهيئة التعليمية والإدارية في المعهد الذين عملوا بروح الفريق الواحد تحقيقاً لأهداف المعهد ورسالته. كما أتوجه إلى متخرجين الأعزاء بالتهنئة القلبية وأشارك آباءكم فرحتهم بكم. انطلقوا إلى دروب النجاح معززين بالعلم والإيمان، فيها تتحقق الآمال وتتجسد الرؤى. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الآن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع ورئيس مجلس إدارة المعهد سعادة الدكتور علاء بن عبد الله نصيف لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله القائل في كتابه: وقل ربي زدني علما، صدق الله العظيم. أصحاب السعادة، أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للصناعات المطاطية، أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالمعهد، أعزائي أولياء الأمور، أبنائي الخريجين، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نحتفل هذا العام 1437 بتخريج الدفعة الثانية من أبنائنا متدربي المعهد العالي للصناعات المطاطية الذين تسلحوا بالعلم وصقلت أفكارهم بحب الوطن وزودت إمكاناتهم بالبذل والعطاء ليسهموا في حمل لواء مسيرة التشييد والبناء من خلال اهتمام الدولة بأبنائها. فقد بذلت الدولة رعاها الله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لتوفير فرص العمل لهم من قبل الشركات المختصة، وفي مقدمتهم شركة سابك. هذه الشركة التي تعد أحد أكبر الشركات العالمية للبتروكيماويات. إنني أيها الأبناء الأعزاء، إذ أعرب عن فخري وأسرة المعهد بتفوقكم وتميزكم، وأكد لكم جميعاً بضرورة عدم الاكتفاء بما حصلتم عليه من مناهل العلم والمعرفة، فهما الزاد الحقيقي لحياة حافلة تؤهلكم تأهيلاً متكامل لبناء مناهج حياتكم وأسركم المستقبلية بمشيئة الله تعالى، بل لبناء وطنكم ومجتمعكم كأفضل ما يكون عليه البناء. وتأكدوا بأن أبواب المعهد ستبقى مفتوحة أمامكم
دائماً لتلبي احتياجاتكم التعليمية والعملية عندما تحتاجون إليها لاستكمال تدريبكم من خلال برامج التدريب الخاصة التي سوف يقدمها المعهد في مجال تخصصكم. وأخيراً وليس بآخراً، أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير للإخوة الأفاضل في مجلس الإدارة وفي إدارة المعهد وأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية وأبناء المتدربين الذين بذلوا جهوداً عظيمة للارتقاء بهذا المعهد. صدد الله خطاكم لما فيه الخير لأمتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السعادة، حفلنا الكريم، تشاهدون الآن عرضاً لفيلم يحكي مسيرة المعهد. التمكن من المهارات الحديثة يعتبر أمراً حيوياً في بيئة الأعمال المعاصرة، وفي هذا الإطار يعتبر المعهد العالي للصناعات المطاطية مؤسسة تعليمية حديثة كلياً، وهي تسهم في تعليم الشباب السعودي الطموح وتدريبهم، وتوفر لهم الإمكانية لإيجاد فرص عمل. تأسس المعهد بتضافر جهود شركتي سابك وإكسون موبيل الأمريكية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع دعم من وزارة البترول والثروة المعدنية وبرنامج التجمعات الصناعية. والمعهد يهدف إلى مساعدة الصناعات التحويلية للمطاط بالمملكة على النمو والازدهار. يقع المعهد في مدينة ينبع الصناعية، وقد تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة المخبرية. ويتعرف المتدربون في المعهد على جميع النواحي المتعلقة بتقنية المطاط الصناعي، بدءاً من المواد الخام وحتى تصنيع المنتجات النهائية. كما يقدم المعهد برنامجاً تدريبياً بدعم من مؤسسة البحوث التابعة لجامعة أكرون والهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية. وقد صمم البرنامج بحيث يستوعب تعليم وتدريب 200 متدرب كحد أقصى. أنا مشارك بهذا البرنامج إنه برنامج إن شاء الله ناجح، كمل لي مستقبل وأنه جديد على المملكة العربية السعودية. الأسباب التي تجعل هذا البرنامج ناجح في نظري إنه الساعات العملية أكثر من الساعات النظرية، والمعلمين متعاونين متساعدين مسعدين ذو كفاءة عالية. مجال مطاط مجال ناجح جدا، ويوفر الكثير من الفرص الوظيفية للشباب. إن مبادرات كإنشاء المعهد العالي للصناعات المطاطية لا تصب فقط في صالح الشباب، بل تعتبر علاوة على ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز قطاع الأعمال وتحقيق النجاح المستقبلي للمملكة إن شاء الله تعالى. إن المعهد العالي للصناعات المطاطية ملتزم ببناء وريادة صناعات من الدرجة الأولى في مجال المطاط الصناعي في المنطقة، ما يدعم إيجاد فرص العمل وتطوير الصناعات التحويلية، ويساعد على تنويع الاقتصاد الوطني. كما يساعد المعهد في تسريع وتيرة نمو القطاع التصنيعي بالمملكة وتنويعه، إضافة إلى تأسيس قاعدة صلبة للاستثمار في الصناعات التحويلية المستهدفة مثل تصنيع الإطارات وصناعات المواد الإنشائية والسيارات والأجهزة وغيرها. إنابة عن جميع المتدربين الخريجين، أتقدم الشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة على استثمارها في هذا البرنامج المهم والحيوي الذي حصلنا من خلاله على تأسيس متين لنجاحنا في المستقبل إن شاء الله تعالى. كما أشكر الهيئة الملكية للجبال وينبع إضافة إلى جامعة أكرون الأمريكية على شراكتها في هذا البرنامج التدريبي. وأخيراً ليس آخراً، أشكر قياديي سابق وشركاتها التابعة وإكسون موبيل على المساعدة على إيجاد فرص عمل جديدة
ودعم تطور صناعة المطاط هنا في المملكة العربية السعودية. صاحب السعادة، حفلنا الكريم الآن مع تكريم الخريجين. حسان ابن يحيى عبسي الحاصل على مرتبة الشرف، محسن ابن مسلم كدة والحاصل على مرتبة الشرف، أنور ابن محمد الخالدي والحاصل على مرتبة الشرف، عبد المجيد ابن محمد عواجي إياد ابن صالح بخاري فهد ابن عبد الله الرشيدي عبد الرحمن بن نوح الأسمري محمد بن سعيد الشهراني محمد ابن مترك الدوسري عمار ابن ياسر سمكري نواف ابن مزيد العصيمي عبد الرحمن ابن مسلم الجهني تركي ابن عوض العنزي بندر ابن عايد العصيمي عبد الرحمن ابن خالد المحارف ياسر بن معتوق السليماني عبد الرحمن بن علي الغامدي عبد الرحمن بن نايف الشمري
سعود ابن مجاد السبيعي. عبد الرحمن ابن قاسم العنزي. أحمد ابن ناصر العنزي. فيصل ابن واصل الحربي. ماجد ابن ضيف الله الشمري. خالد ابن عبد القادر بخش. محمد ابن عبد الله العيسى. عبد الله ابن محمد العجمي. نايف ابن محمد القوزي. عبد الله ابن عواد العنزي. منصور ابن حامد الشمراني. مشعل ابن فلاح الرويس. سلطان ابن سعود المطيري. حمد ابن فرحان الشمري. سعد ابن فهد القحطاني. فهد ابن مناحي السبيعي. مشاري بن سليمان الجهني. أحمد بن خلوف الأسمري. نايف بن لفا المطيري. عبد الرحمن ابن راشد الهاجري. فيصل ابن احمد غزواني. عبد العزيز ابن عبد الله الزعبي. عبد الله بن عبد العزيز الصقعبي. علي بن سالم القحطاني. عبد الرحمن بن مسند المطيري. خالد ابن حسن غزواني. محمد ابن فرحان الهاجري. سامي ابن احمد الزهراني. عبد الله ابن حسين اليامي.
عبد المحسن ابن فاهد الدوسري. ثامر ابن ناصر المطيري. حمود ابن حماد الهاجري. خالد ابن سعد الدوسري. سالم ابن علي المري. نشكر راعي حفلنا الكريم على رعايته وتشريفه حفلنا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.